السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نكمل نعمل هنا Windows Close All Documents. نيجي هنا على الفولدر، أول شيء حنيجي على البروجرامز، نعمل طبعا Start Form. حيكون عندك Employees، Employees الفورمة اللي أصلا موجودة فيها All Employees خاصة بال Employees List. وفي عندنا هنا بوتون، نعمل كليك على البوتون. هذه الكلاس مثل هذه انساها، كنا جبنا قبل 3 4 دروس كنت فرجيتكم كيف انت تشوف تستخدم الكوماندرز. خليها عايزينها نحتاجها هنا، بس في البداية هنا بدك تقول له هنا زي ما علمتكم تقول له operation. نجيب النيم سبيس الخاصة في الأوبريشن، واللو دوت ستارت بروسيس، بحيث انه لما يصير كليك على البوتون وعايز ينادي الفورمة الخاصة الفورمة اللي خاصة بالإضافة، نفس الشيء يعطل له الكيرسور، تمام، اللي هي أصلا نفس الدالة بس معمول لها نفس الكلاس بس معمول لها هنا دالة تانية. بس طبعا اساس يبدأ يحرر الفورمة، طبعا هنا حنقول له هنا فريم اد، حناخد منها نيو equal نيو فريم، وطبعا احنا نقول له فريم دوت شو ديالوج. اوكي، بعد ما احنا نروح النادي ونروح نضيف العملية ان شاء الله، بعد ما نروح نضيف مجموعة سجلات حنرجع للفورم ونشوف ايش ممكن نعمل. طيب خلينا نعمل هنا بس نجرب نعمل ريبولد او كلوز هنا لكل الفورمز، نعمل ريبولد للسوليوشن. لسه ما نفذناش ولا عملية، لاحظ كله كتابة كود، ما عملناش تست ران. غالبا الامور ان شاء الله تمام. انا في الدروس السابقه لغايه الان انت اللي فهمته انه انت لازم تبني الطبقات بشكل مرتب، تستخدم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، تستخدم الكود سنيبت، تستخدم الاوبجكت وتمثلها كائنات، وتستخدم المايجريشن في تشكيل الداتابيس على السيرفر، وتنشئ دائما كلاسات فيها ميثود ما تتكررش الكود يعني، ويشتغل سمارت كود كلين كود. طيب الآن عايزين نعمل ران ونشوف ايش ممكن يحصل معنا. الدرس هذا ان شاء الله حنحاول نضيف مجموعة سجلات ونشوف هل العملية تمت ولا لا، بنوصل للداتابيس ولا لا والفورم، وان شاء الله بعد هيك حنضيف حنشوف كيف نعمل بوبيوليت للداتا جريد فيو بطريقة شوية مرتبة، ونشوف احنا ايش ممكن نعمل في الداتا جريد فيو. سبق انا عملت توتوريال عنها كيف انك تعمل ستايلينج لها، كيف تتحكم فيها، كيف تتحكم في السل الخاصة فيها، كيف تتحكم في الروز، فاهم؟ بتقدر ترجع القناة في دروس متخصصة فيها، سواء داتا جريد فيو او الكيندو جريد. هنا الفورما اللي قلنا ستارت، طبعا يجيك الفورما تقول له مثلا هنا وياكم من وي علي، طبعا تاب حيكون عندك الفون اي فون، السالري وياكم هنا مثلا. اوكي ايش ممكن يحصل، عملنا كليك هل صار كليك على الفورم ولا لا؟ نعم سيف، تمام. اخذت وقت العملية في بداية اول سجل، لانه انت بتعرف بدي اروح لسه تأكد من الداتابيس، بعد هيك الامور بصير زي اللوز.
لاحظوا عمل كلير وراح عمل فوكس مباشره لان عملنا الاوبريشن. نقول له هنا مثلا سامي تاب، وليكن هنا فون ثاني، والسالري اي سالري. اوكي سيف. العمليه الثانيه اوكي، لاحظ كيف انا لما اعمل هنا اوكي هيصير كلير فوكس وهكذا. وليكن هنا مثلا رامي مثلا، والفون والسالري نقول له اوكي. اوكي طيب، شفت كيف صار انيبل للفورمز هنا؟ طيب تاكدنا ان العمليه صار سيف، صار سيف. خلينا نروح نعمل الان، نعمل الان نشوف كيف نعمل بوبيليت للداتا جريد فيو. انا هنا انشات الداتا جريد فيو. انت لما تنشئ الداتا جريد فيو بدك تتحكم في الخصائص فيها. انا في الغالب بعمل فيها كولوم معموله فيزابل فولس اللي هو الاي دي. ركز معي لانه حيلزمنا في الدرس الجاي كيف نعمل ابديت ونستخدم البروبرتيز، كيف نعمل ترحيل للبروبرتي من فورم لاخر، لانه في اسئله كثير بتوصلني كيف انك انت بتعملها بهذه الطريقه. المهم انا عملت فور كولومز. الكولوم الاول طبعا بيكون حامل الاي دي تبع الريكورد، الكرنت ريكورد، الكرنت رو، طبعا بيكون فيها النيم والسجل، بيانات الفيلدز الموجوده في السجل. بس في هنا كولوم من نوع بوتون اللي بكون فيه بوتون حيكون ينفذ البروسس الخاصه بالابديت، وبوتون خاص كولوم بوتون من نوع بوتون حينفذ عمليه الديليت. ماشي. طيب الان ركز معي، انسى الكلام اللي انا حكيته الان، انت بس ركز معي كيف انا ممكن اعمل بوبيليت للداتا جريد فيو بطريقه ان شاء الله تكون شويه ادفانسد. خلينا نجيب البروسس اول شيء ونروح نعمل هنا، انسى الكلام هذا كله خالص. تجي هنا تقول له هنا طبعا ما زالها موجوده، تقول له برايفت void انا ايوليت دي جي في. اوكي بتيجي هنا بتقول بروسس، وهنا البروسس بس هنا end operation. تمام ركز معي، وحتاخد هنا new instance من مين؟ من ال من ال من الكوماندر. ركز معي خطوة خطوة. وبتيجي هنا بتقول له dgv.rows.clear ايش مكان فيها اعمل له clear. تمام ركز معي. الان عايز اخذ كل ال كل الريكوردز الموجودة في التيبل او في الـ في الـ زي ما طلعت من التيبل. هقول له هنا الكوماندر الامبلوي دوت جيت اول، طبعا دوت نقول له هنا نجيب النيم سبيس الخاصة باللينكيو. نيجي هنا ركز معي الان انا ايش ممكن اعمل. تخيل كيف انا ممكن استخدم اللامدا اكسبريشن في عملية الفل للداتا جريد فيو. شوف اول حاجة ايش ممكن تعمل. انا حستخدم هنا اوبجكت اسمه، تقول له طبعا تتعامل مع الفورم، ذس بتمثل الفورم. ركز معي الكود هذا تقريبا شوية ادفانسد. هتقول له انا انفوك. تمام هستخدم الديليجيت بطريقة شوية مرتبة شباب. واقفل هذا بداخلها هتقول له هنا كمان قوسين، وتقول له هنا هتقول له هنا ميثود بوكر او بوكر. ميثود يبدو انها مش ظاهرة، لا ظاهرة. خلينا هنا نستخدم الديليجيت، ديليجيت ونستخدم براكتس. شوف ركز معي، ركز معي الدالة هذه. انا هستخدم الديليجيت بطريقة ادفانسد شوي واكبر لك الخط على اساس انك انت تشوف. تمام ايوه.
أنا استخدمت هنا، ركز معي كمان، أنا أنشأت هنا بديت أستخدم الـ operation start والـ operation end بحيث يتم تعطيل أي controls موجودة على الفورما، تمام. وأخذت اليوم من الـ instance الـ commander وفرغت الـ rows الخاصة بالـ DataGridView، بعدين رحت عملت fill لكل get all لمين لكل الـ records الموجودة، وبديت أستخدم الـ invoke delegates، تمام. شوف كيف أنا الآن بدي استخدم اللامدا اكسبريشن في عمليه الفل الخاصه بالديتاجريدفيو، احول كيو دوت فوريتش. شوف كيف استخدم اللامدا اكسبريشن، هستخدم هنا اقول هنا ام طبعا جوز براكتس. شوف كيف، واجي انزل باللي انت شايف هذا، اعمل هيك اسكر لك اياه ثاني مره على اساس انك تركز معي. تيجي بتقول له سي مثلا، ابسط هيك بهذه الطريقه. الحين بدك تقول له دي جي في دوت روز دوت اد وتسكر القوس وسيمي كولن. الان ركز معي، سي دوت الاي دي لازم تكون في الكولوم الاول، وطبعا طالما انها موجوده هنا لازم تكون تو سترينج، تعمل كاستنج لها تو سترينج حتى تستوعبها السل. وتنزل سطر وتقول له هنا سي دوت طبعا الكولوم الثاني حامل النيم، وطبعا باي ديفولت هو تو سترينج، تمام، باي ديفولت النيم تو سترينج. وتعمل هنا سي دوت الحقل الثاني فون، والحقل اللي بعده سي دوت اللي هو سالري، بس السالري طالما جاي دبل بتقول له دوت على اساس تعملها كاست دوت تو سترينج. اوكي، خلي بالك كيف انا عملت بوبيلت داتا جريد فيو باي ادفانسد. شوف هنا ايش عندي، اعمل لك اياها تكون مور ريدبل مور كلير بهذه الطريقه. ركز معي، نرجع تاني. شوف كيف انا اخذت اليوم من الانستنس وعملت كلير للروز، ورحت عملت جيت اول لكل الريكوردز، وعملت هنا استخدمت الديليجيت. لاحظ هنا بدايه الديليجيت وهنا نهايه الديليجيت، تمام. وهنا بديت اعمل في الداتا جريد فيو سيل باي سيل، واخذت الكولومز. لاحظ هنا الريكوردز عمال بشحنهم واحد ورا الثاني. انا السلكت الكوما هنا اخليها على اساس انك تشوفها بهذا الطريقه، تمام. بعد هيك انت بتاخذ الداله هذه وبتروح تعملها وين؟ في الفورم لود. وكل مرة بتتم استدعاء الدالة هذه بتم طبعا تنفيذ الاوبريشن ستارت والاوبريشن اند، تمام. خلينا بس نعمل رن ونشوف هل وصلت البيانات والله ما وصلت، نجرب وصلت البيانات والله ما وصلت. والدرس القادم ان شاء الله حنتعامل كيف مع البوتونز اللي احنا انشأناها ضمن جريد فيو سيل، وكيف نعمل نرسل من فورم لفورم، كيف نعمل الابديت، تمام. بس خلينا نشوف كيف. نعم وصلت البيانات، شايفينها وصلت السجلات، وصلت السجلات. طبعا هنا البوتونز الخاصة كيف نتعامل معها. والدرس القادم ان شاء الله هنعمل تكست بوكس سيرش. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.